السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم أخوكم دكتور فهرس بن راشد بن سالم الحجري، مواطن من سلطنة عمان، في مكتبنا حكوى والناس حكوى العافية، الأدلة القصصية، ونحن نواصل هذه الحملة العالمية بفضل تعالى بمفنافع للماء الساخن. وأنا قبل ما أبدأ هذه الحلقة أخلص هذا الكأس كامل، لأن أطبق هذه التجربة تقريبا 3-4 مرات في اليوم، أي تناول كأس كامل نص لتر ماء ساخن خلال حوالي دقيقة واحدة، وكل جرعة بين جرعة وجرعة أخرى حوالي 5 ثواني كما ترون أمامكم. بسم الله. طبعا ساخن درجة حوالي 50 درجة مئوية. سترون البخار يصعد على النظارة إذا نفخت على الماء ساخن، كما ترون فهو ساخن. الحمد لله. هذا توقيت المغرب الساعة 6 مساء في أمريكا، شرق أمريكا. هذا كأس الرابع خلصته، وبعد هذا الحلقة سأسجل حلقة بالإنجليزي أيضا، سنأخذ كأس آخر ونتأكد ودائما مواظبين على البرنامج، بحيث كل يوم 6 كؤوس من الماء الساخن بمعدل 3 لترات من الماء الساخن يوميا يوميا، مواظبين على هذا البرنامج. التجربة، امرأة تفقد الوزن، إني جربت الماء ساخن للتنحيف، وصحيح ينزل الوزن مو طبيعي وجدا آمن. رجل يفقد الكثير من الوزن، عزيزي الفاضل فارس، أنت تستحق أن تكون شخصا مميز للجهد والوقت الذي خصصته لهذا العمل. منذ أن بدأت باستخدام الماء الساخن فقدت الكثير من الوزن الزائد الذي تفاجأني. انتقلت من بدان جدا إلى متوسط، كنت أفقد الأمل في فقدان الوزن قبل أن يرشدني الله إلى عملك. أنا سعيد بفضل الله، شكرا جزيلا لك. هناك طبيبا في المغرب يقترحان استخدام الماء الساخن في وصفتهما، عبد الرزاق دي، سيدة جزائرية تفقد الوزن. شكرا يا دكتور، الوصفة الماء الساخن جابت نتيجة معايا في ظرف أسبوع. من مع العلم كنت أتابع رجيم قبل، ولما دخلت لقناتك جربت الوصفة ونجحت فيها، حسيت جسمي نقي في أسبوع. أنا عندي كرشة، ممكن تروح بالماء زي ساخن إذا ما فيش ترهلات يوميا، أمارس رياضة الجري الخفيفة
في المنزل مدة ساعة يوم بيوم، هل هذا صحيح؟ أما هل هذا صحيح؟ أم خالد من الجزائر، أرجو منكم الرد مع احتراماتي وتقديري لحضراتكم. شكرا. نحن ننقل كما وردت إلينا، لا نقوم بأي إجراء أي تصحيح في لغوي أو في تعبيره بأي شكل، تبقى دائما التجارب كما هي وردة إلينا من المستفيدين. انخفاض وزن امرأة بواقع 10 كيلو من 78 إلى 68 كيلو خلال شهر ونصف، يعطيك العافية. فعلا استفدت من الماء الساخن، بس نزل وزني بخلال شهر ونصف تقريبا من 78 إلى 68 8 كيلوغرام. يعني إذا شربنا 3 لتر باليوم راح ينزل الوزن كثير. طبعا شخص بدأ يعني تسأل، هل سيستمر هذا نزول الوزن؟ انخفاض وزن مواطنة جزائرية بواقع 10 كيلو من 95 إلى 85 كيلو خلال 13. شكرا لك الدكتور وبارك الله فيك على مجهوداتك الجبارة. الحقيقة أنا التزمت بالماء الساخن مدة 3 أشهر والحمد لله نزل وزني من 95 كيلوغرام إلى 85 كيلو بفضل الله ثم بفضلك. أما الآن صار عندي خمول بالغدة الدرقية، حال الماء الساخن يعيدها إلى طبيعتها؟ أرجو الرد يا دكتور وافقكم الله. أختكم من الجزائر. نقص كبير في وزن امرأة. أخي دكتور فارس الحجري، أنا من متابعيك منذ 4 سنوات وأنا أشرب الماء الساخن. كنت أشربه في الصباح قبل الفطور ولكن وزني نقص بشكل كبير، مع العلم إني نحيفة، ولكن لم أعود أشربه في الصباح بعد الفطور، يعني طوال النهار. هذا السؤال، هل سيكون العلاج أم لا؟ لأني لم أشربه في الصباح قبل الفطور، 4 سنين وأنا أشرب الماء الساخن الحمد لله. غيرت شربه بعد الفطور لأن وزني صار نقص كبير، لكني مداومة على شربه خلال النهار كاملا 4 سنوات والحمد لله، حتى الزكام لم أصاب به. شكرا لك يا أعظم دكتور في العالم. نقص وزن امرأة عربية بواقع 15 كيلوغرام. السلام عليكم سيدي دكتور فارس الحجري، هناك ملاحظة. سيدي لقد نزل وزني من 75 كيلوغرام إلى 60 كيلو، أنا منزعجة قليلا، هل أستطيع أن أجد حل؟ علم أنني لا أستطيع أن أترك العلاج بالماء الساخن لأنه نفعني كثيرا وسأستمر على شربه حتى آخر أنفاسي. شكرا سيدي، أرجو من حضرتك إجابة. طبعا نحن بقدر المستطاع نحاول نرد على الاستفسارات، ولذلك نظرا لكثرة الاستفسارات نحاول أيضا نكون على الهواء مباشرة مرة واحدة، نتلقي الاستفسارات ونتواصل وإلى آخره في القناة في قناتنا اليوتيوب. لذا نرجو من الجميع بالإعجاب والاشتراك والنشر وتقديم تجربتك، لأن مع هذه الحملة كلما وصلت إلينا التجارب نقوم بتسجيل هذه التجارب، ومن وقت الآخر نقوم بتنزيل مجموعات كما حدث الآن، وأيضا من وقت الآخر نزل بعض الحلقات بفوائد صحية وعلاجية مختلفة للماء الساخن. من يتوقع بأن هذه المادة
التي سميت بالمادة السهلة الرخيصة وفي متناول الجميع في لقائنا مع قناة NBC الفضائية في عام 2012، لكن تحمل أسرار من يتوقع بأن مجرد الماء الساخن يغذي خلايا جسم الإنسان، يغذي جسم الإنسان جميع أعضاءه بالماء والطاقة والأكسجين والهيدروجين، وهي هنا الأسرار تغذية جسمه بهذه المواد الأساسية كوقود حتى يعيد أحياء الجسم ووظائف جسم الإنسان في عملية الشفاء الذاتية والصيانة الذاتية والوقاية الذاتية من جميع الأمراض وأيضا صحة الشاملة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلامة.